أحد القضاة المكلفين بالإشراف على عملية العد والفرز اليدوي في مفوضية الانتخابات أكد أن العملية ستستغرق 3 أسابيع وستخضع ل4 فلاتر لمنع أي عملية تلاعب بالأصوات. وقال القاضي الذي رفض الكشف عن اسمه إن العملية تستند على المخازن الإلكترونية التي تحوي كل الأوراق الانتخابية في الصناديق، وهذا سيسرع من عملية العد والفرز، مضيفا أن الحاسبات التي يعمل عليها الموظفون تحمل برامج متطورة لاحتساب الأصوات وتحليلها، ويتم إدخالها بعد ظهور النتائج في الحاسبات الأخرى للتحقق منها لمنع أي تلاعب ممكن، مؤكدا أن الطعون تعتبر ملغية وسيتم تسجيل طعون أخرى بعد إظهار النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي.